يعني الآن في الباتيماتاك ولينا نستقطب 14 دولة اللي تقوم بعرض منتجاتها. هذه المساحة اللي متوفرة في لوسافاكس باش تكون هناك تبادلات تجارية، تبادل الخبرات بين لي زيكسبوزو، بين منتجين جزائريين ومنتجين أجانب. لاحظنا أنه في الباتيماتاك موجود عدة شراكات. احنا كنا طلبنا هذا الأمر خاصة في قطاع السكن، أنه يكون عندنا مصانع لتصنيع المصاعد. شفنا اليوم أنه فيه يعني أن إكسبوزون اللي قام بهذه الشراكة، وراح نبدأ إن شاء الله إنجاز المصاعد نتاعنا، مصاعد جزائرية 100%.